الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيما فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعيش مع مسك الختام لهذه الليلة القرآنية الكريمة التي تقام تكريما لراحلة كريمة انتقلت روحها لتكون في معية ربها. تلاوة قرآنية كريمة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الحج السيد يوسف هنداوي. يتفضل مشكورا ليمتعنا بما نزل على الحبيب محمد، وأسأل الله أن يفتح به وله عليه، وعلى الله الإجابة وقصد السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء حسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم.
العظيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون أعلم من جاء بالهدى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو
ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله ولا تدعوا الله إلها آخر لا إله إلا هو لا شيء مالك إلا وجهه كل شيء مالك إلا وجهه كل شيء له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ولا تدع مع الله إلهًا آخر لا وإليه ترجعون الرحمن علم القرآن خلق الإنسان ولا تدع مع الله إلها آخر
عشان خاطر النبي، عشان خاطر بلد حبيب، عشان خاطر النبي. الله القرآن وجعل الله في قلبك النور وفي وجهك النور. اللهم حبب إليك القرآن، أنت بتدينا موعظة. لا إله إلا هو الرحمن. بالله عليك مرة بالدين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تقضوا في الميزان والسماء الوزن بالقسط ولا تفسدوا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي
يلتقيان بينهما رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان كل من عليها فان
ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. أسألك ربي أن تحب صواب ما قرئ وما تلي في هذه الليلة، أن تجعله يا إلهي في ميزان حسنات الراحلة الكريمة، وأن تهب لها كل حرف قرأناه، وأن تجافي القبر بين جنبيها، لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، واغفر يا إلهي لنا ولها. اختتمت الليلة بتلاوة للقطب الإذاعي والعلم القرآني الكبير الحاج السيد يوسف الداوي.
قال الإذاعة والتلفزيون العربي وقطب التلاوة بمركز مدينة الحسينية. أتقدم نيابة عن الحاج فتحي عبد المعبود عبد الفتاح والحاج جرير يعقوب جندي والأستاذ حمدي إبراهيم يعقوب جندي والحاج محمد أحمد عباس وعموم أسر وعائلات أبو عبد الفتاح وعائلات أبو جندي وأهل هذا البلد، شاكر باسمهم لكل من جاء وقدم العزاء. كنت معكم محدثكم أحمد علي سامر، موجات الصوتية الحاج السيد أبو الورد وأولاده بالمناجاة، فراشة ونارة المعلم حسين العيسى وأخواته بوزير المرض، أجب الضيافة لأولاد الحبشي بالمناجاة، تصوير وإخراج الليلة مهندس أشرف العسوي بالمناجاة. شكر أيضا قناة عباقرة دولة التلاوة والأستاذ السيد عزف العبدلي، والسلام عليكم ورحمة الله.